بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، الله تبارك وتعالى أيام هذه السكالة وأمان ضمان تسكالة ku ammaanan oo ku mahadsan nicmooyinka uu inoogu nimceeyey oo aad u fara badan oo aan la tiro koobi karin. Siduu rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka inoogu sheegay, wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ina alinsaana la daluumun kafaar. ilaahay nicmooyinkiisa haddaad tirisaan ma koobi kartaan, insaankuna waa mid dulmi badan oo kufrin badan. Nicmooyinka ilaahay ina siiyey tabaaraka wa tacaala oon tiro koob ka lahayn ma sinna, oo nicmooyin isku mid ah maaha, way kala qiimo badan yihiin wayna kala waaweyn yihiin. Nicmada ugu qaalisan ee ugu qiimaha badan waa nicmada la yidhaahdo nicmatu ddiin waliimaan waalisacaad, waa nicmada diinta, iimaanka, islaamnimada, waana nicmadaasi midda runtii keenta liibaanta. waxaa ka soo hadhay waa nicmo adduunye wey. Nicmada adduunyana waxa waaye waa waxaad u qiimo yar oon qiimo badnayn. Sidaas daraaddeed ayaa wuxuu yahay muhimmadu ama kelimada aan doonayaa inaan igu xusuusiyo. ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmooyinka uu bixiyey taa ugu qaalisan ee ugu qiimaha badan inaan wax yar aan idin xusuusiyo, maxaa yeelay waayahan dambe dadka waxaa qaatay ama ka tambatay waxyaabihii kale waa dunyada iyo madaahirteeda iyo mataalibteeda iyo yani muxuu ahaayey quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda ayaa in badan dadka qaatay oo halmaansiiyey wixii ay haysteen ee ilaahay ugu nimceeyey, wixii ugu qaalisanaa, taasoo ah nicmada diinta iyo islaamnimada.
الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وحوليه هاي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما أنت أيان دميستري دينتينا دينتيني ما ندين دميستري نعمة دينا كركينا كور دميستري إسلام كان الدين هام بان رالي إذين كان نقضي أتممت عليكم نعمتي نعمة إذي با كوركينا أن كورنا ما يستري بالالي حيث أن نعمة كوركينا لغورنا ما يستري ونعمة الدين دوا إلهي كتابك يوسود الشيني إيه وحي يجي سعدي إيه خير كي لينو عديني إيه aya wuxuu gaaray dhameystiran ayadu waxay soo dageysa nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam oo jooga banka carafo xajkii ugu dambeeyay ee xajka sagootiga la yiraahdo asagoo nabigu jooga banka carafo gelinka dambe ayay aayadani ku soo dagtay نعمتي وي دمايستيران تاي دين تي بالاي دين دمايستيريو سيدا آيادو باتي الماميش ميش اوحا كم موقتا نعمو ونعمة دينات نعمو يوح قيمة له وإيمان يإسلانيمو إياداس روحو هدو هلو إلهي تبارك وتعالى وحو شعلا ينعمدو بحي ونموى كل ما يستري كوركيس هدو الروح والدين يا إيمان يا إسلام نمو وايو وحاقو هايستو كالي أردن وح معنى يا قيمة كما فرديان ولا عرورتان قيمة كفرديين ولا حولهان قيمة كفرديين ولا قريهان قيمة كفرديين ولا باورتي يا قاديد كان قيمة كفرديين ولا كراست يتشغوين كان قيمة كفردين هذا الروح مربا وايو إيمان إسلام نمو وحك الله دان وحق قيمة أملي ربي كان تبارك وتعالى النبي سوح وكويري يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين نبي وحي كوكو قال الله يسريان وي أبال كوكو شيغانيان إن إسلامين إن إسلامين ودين تقاتين فوحي كرلي غيان وحي أذيك أبال كوكو قالين وكالين إن واحد كتل هذا هنيك وحي كوكو قال الله شيغانينا abaalna haybu sheeganina waxaad aniga ii gasheen ma jiro balse allah tabaaraka wa ta'ala ayaa korkiina galad ku leeyahay hayta galada allah korkeena ku leeyahay an hadaakum lil iman inuu allah idin hanuuniyay oo iimaanka idin ku hanuuniyay taas waxay tahay galada way نعمة وين أبارك وين إلهي تبارك وتعالى وإذين قلي أياتاس نعمة إيمانك يا إسلام نمضو ونعمة أستان توأ أما علامة توأ إنو إلهي أضوم كاكس علي إلهي روح إسلام نمصيو وإيمان صح سيو وعبادة دي سأو وافجيو وشرعي دي سراعة إلهي تبارك وتعالى أدوكاس وشعلي لكن هدي إنتا أهل الصين ها أفاتي لغدر تشيو الدوية لغدر تشيو يعني وشي لسيو حول لسيو عرور لسيو أنتم كورن عن كيس اللي قليه
هنسي إيمان لسينين أستان أمأها علامتنا أمأها إن لتشعلي إلهي إنو كتشعلي هاي وحاكو تصي إن الدين لذا سيدة أصدراد أي النبي قال صلوات ربي وسلام عليه وحولي هاي إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. الله تبارك وتعالى الدنيا روح الصيا روح شعليها هي روح صنت عليها. مذو نعيها نواصيا مذو شعليها نواصيا. مؤمن كصالح يعليه سيقانا واجباتك الجدلية حرام تسكى إلى علينا يا شريعة عيسى رأسا الله تبارك وتعالى وصينا يا الدنيا ملحدك إلهي بإنكرسا وديدا وشريتان كيسا ديدا والله تعلم يا كان إلهي وصينا يا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ألا وحي لكوى نوانسين الدنيا مؤمنين تا كوى قاعدة نوانسين سيسمى الدنيا نين اللوم الدين نبي مكة وحي صلى الله عليه وسلم ألا الدنيا وحو سيا ميدو تشعلي هاي هي ميدو سنشعلي با ولا يعطي الإيمان إلا من يحب إيمان كسمسيو عدو تعلي هاي عدامة هاي وحا خاص كا إبداد خاص صلى الله سيو وإيمان كي إسلام مدى أما الدنيا ذو عدو البالسي كالا نعبي هاي نوالسي كالا تعلي هاي نوالسي لأن مهمة دو حواي سيسمى دا الدنيا ذا ليس السينة يو مهمة دير وأون امتحان امتحان كان روح حنا والله امتحان روح ونفسنا والله امتحان ساس رد بربك وحيدي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا إنسان كهدو الله امتحانه حلقة بالأمي هدو امتحانه أو غنم عيه أو كرامه وعدون كأو أسعيه وحوليه الرب جيبا كرامه حال إلي هدو الرب جي امتحانه أو رزق كل إليه وحوليه الرب جيبا إهانيستي وفيرس رزق كيلو وحل إليهنا وحال إليه امتحانه كيلو واسعين أو حالين وامتحان مقصودكم معها مركع الدنيا ذني وهو الامتحان مهي تعايل لكم التصيصو نعايل لكم التصيصو لكن شيئا اللي تعالي هاي أو اللي دورتي والقيمة لها هاي كتصية ومبدأ وعقيدة وأخلاق وقردقا كاي ومبدأ الرحسن تاهي كاسا أما قيمة كويالي أما قيمة لآن كوديغي السالة مهم كامركة إنو غانو باها وحي تاهي إلهي تبارك وتعالى الدون كوحو بحيو حاقو قالسا إيمان كاقو قالسا السلام لماذا أقو قالسا وح إلهي بحيي يلا أقو قالسا حي إلي وحي كتف شميسا إن إلهي كدورتي وأدوم هذه سأنتي أنت هذا كله وإلهي كادر تبارك وتعالى. نبي جملة صلوات ربي وسلام عليه. حديث بقى سجن أولي هاي ما لم تقيام هذا مكي لا تقو قيام هذا ليس قط تقو. الله تبارك وتعالى آدم بولا الله يه. آدم وآبه وأصل كانيو. وكسر ربي وحكله يا آدم آدم ابعث بعث النار عبور تالا
intii naarta loogu talagalay ka soo saar baralay soo soc. markaasuu wuxuu leeyahay yaa rabbi minkam, rabbi yow inteen soo saaraa? meeshaa la wada tuban yahay, meeshaa la wada joogaa, ilaa ilmihii ugu horreeya uu dhalay ilaa ka ugu dambeeya dhalan doona, meeshaa la tuban yahay. gaali islaam aadamow, caruurtaada intii naar loogu talagalay soo soc baa la leeyahay. markaasuu wuxuu leeyahay rabbi yow inteen soo saaraa? markaasaa rabbi wuxuu ku leeyahay min kulli alfin 999, kunkiiba waxaad ka soo saartaa 999. maaha boqolkiiba, maaha boqolkiiba, maaha kunkiiba 999 soo socdaa lee. intaa waa intii naar loogu talagalay. yaa janno loogu talagalay iyo naxariis halka soo hadhay? kunkiiba hal baa badbaadaya, marka kunkiiba halka badbaadaya ilaahay tabaaraka wa tacaala hadduu kaa dhigay, miyayse nicmo weyn ahayn? yaa wax loo dhigaa jira? marka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu bixiyey waxaa ugu qaalisan iimaanka iyo islaamnimada, bal wax loo dhiga maba jira. wuxuu rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay meelo ka mid a qiimaha isaga ah buu meelo badan inoogu tilmaamay. waxaa nebigiisa uu ku leeyahay rabbi tabaaraka wa tacaala walaqad aataynaaka sabcan min almathaani walqur'aan alcadiim la tamuddanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum, waxaan ku siinay nebi maxamedow 7 aayadood baan ku siinay oo soo noqnoqonaya, qur-aan ka weynna waan ku siinay. waxa gaalada qaybo ka mida loogu raaxeeyey indhaha u taagay, wax kaaga filan oo kaa kaafiyey baan ku siinay. wuxuu yahay asabca almathaani walqur'aan alcadiim, oo muxuu yahay sida nebigu ku fasiray asabcu almathaani walqur'aan alcadiim wa faatixada. hadalka wuxuu noqonayaa marka murtidiisa faatixada lagu siiyey. haddii ilaahay suuradda faatixada ku siiyey, adduunyo oo dhan waxaa uga baahan tahay ma jiro, iyadaa kugu filan, iyadaa kugu filan. waxaa gaaladu haystaan ee qaybo iyaga ka mida loogu raaxeeyey ee iska dhalanteedka ah, waxba indhahaaga ha u taagin, waxba ha u hanqaltaagin. waxaa lagu siiyey wax ka qiimo badan, waxaa lagu siiyey wax kaaga deeqo, kaaga filan, oo muxuu yahay suuradda faatixada lagu siiyey. u fiirsada suuradda faatixada waxay ka qiimo badan tahay adduunka iyo waxa dhexdiisa yaalo oo dhan. suuradda faatixada iskaba daa, waaba hadal alleh 2 ragcadood oo sunna ah oo salaada fajarka ka horeeya ayaa khayrun min addunya wamaa fiiha, ayaa ka khayr badan oo ka qiimo badan adduunka iyo waxa dhexdiisa yaalo oo dhan. oo maxaa dhexdiisa yaala? waxaa dhexdiisa yaala cunto aad cuntay oo caloosha gelisay oo saxaro uraysa iyo kaadi noqotay oo aad urkeeda inaad iska dhaqdo, iska nadiifiso, aad ku qasbanaatay, mara aad xidhatay oo wax yar madkaad qabtay iyadiiba duugowday oo iska tuurtay oo googo'day, guri aad dhisatay
oo aad ka tagtay ilmo aad dhashay iyo reer aad samaysatay oo ama kaa tagay ama adigu aad ka tagtay adduunka waxaa korkiisa yaalaaye wax qiimo ku fadhiya maaha markaad fiiriso haddiiba ilaahay kuu daayo oo waxaad tabacday iyo gurigaagii iyo caruurtaadii iyo xoolahaagii isu kiin daayo oo iyagana daayo adigana ku daayo waa waqti gaaban sidaas daraaddeed baa rabbigeen wuxuu ka cabiray inay iyada dhanba tahay shay kale ah waa lagu kadsoon yahay waa waxaan xaqiiqadiisii aadan haynin oo ula dhaqmayso xaqiiqadiisa waxaan hayn ula dhaqmayso waad ku khaldan tahay waad siran tahay waad ku dhiban tahay haddaad se ogaan lahayd xaqiiqadeeda sidaa ahayn baad ula dhaqmi lahayd adduunka iyo waxa dhexdiisa yaalla ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala uma dhigmo kaneeco garabkeed hadday kaneeco garabkeed ilaahay agtiisa u dhigmi lahayd gaaladaba waxba muusan ka siiyey laakiin wuxuu gaalada u siinayaa qiimayna lahayn wax qiimo ah kuma fadhido shayga qiimaha leh ee qaaliga ah in la gadan karin in la iibsan karin in xoog lagu heli karin waa diin waa akhlaaq waa iimaan waa inaad rabbigaad taqaano waa inaad jidkaad u mari lahayd garanayso waa inaad aakharo iyo mustaqbalka aakharo aad fahamsan tahay taasaa waxay tahay waxaan la heli karin waana midda qur-aanka kariimka rabbi ku tilmaamayo tabaaraka wa tacaala ee rabbigeen aayad qur-aanka ka mida sidoo kale uu ku leeyahay uma awrafna alkitaaba aladiina astafayna min cibaadina faminhum dhaalimu linafsihi waminhum muqtasidun waminhum saabiqun bilkhayraati biidni illah dhalika huwa alfadlu alkabiir jannaatu cadni yadkhuluuna alle kitaabka qur-aanka wuxuu dhaxal siiyey oo dhaxal loo siiyey oo kitaabka qur-aanka rumayay oo raaci oo baran oo ku dhaqmi oo ilaalin oo u hiilin waxaan kitaabka qur-aanka dhaxal u siinay addoommadayda intaan ka doortay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala addoommada intaan kala baxay oon ka xushay oo aan ka jeclaaday waa inta aan qur-aanka dhaxal u siiyey haddaadan qur-aanka dadka dhaxalka u qaatay ka mid ahayn ee rumeeyey aadan ka mid ahayn ilaahay kuma dooranin kumana jecle wuu ku nacay waa lagu nacay waxaa kaloo dhan ee lagu siiyeyna haddiiba lagu siiyeyna waa imtixaan kuwii qur-aanka dhaxalka loo siiyey rumeeyey ayagii baa marka kala fiican faminhum dhaalimu linafsihi waminhum muqtasidu waminhum saabiqu bilkhayraati biidni illah saddex bay u kala baxaan kulligood dhaxalkaba wada heleen laakiin dhaxalkii uma sinneen nin walba dhaxalka intuu ka qaatay ka kale waa ka badan yahay wuxuu rabbi yidhi kooxda ugu horeysa dadka qur-aanka dhaxalay waa dhaalim linafsihi waa ruux naftiisa dulmiyey culimmadu waxay ku fasiraan waa ruux muslim ah oo mu'min ah oo ilaahay rumaysan laakiin waxyaabihii loo diray waajibaadka ahaa waxna wuu sameeyaa waxna wuu dayacaa salaadihii qaar waa tukanayaa qaar waa dayacaya soonkii qaar waa la imaanayaa qaar waa dayacaya sekadii mar waa bixinayaa mar waa dayacaya waajibaadkii diinta ayuu waxna la imaanayaa waxna waa ka tegay wixii ilaahay ka xarimee dembiyada waaweyn ahaa waxna waa iska ilaalinayaa marna wuu qasanayaa mar wuu isxakamayn oo iscelin
مرنا نفتي يا شيطان بارتين كحيوك بطان بار أركي أذيكو أسوغ ويكي قصني يعني وحضي وحديلي سيني سيني قشن كبو حجر مرك الله بارنا انتو اسوان سدو او قوم موضو او كحو ماضو بار أركي سوغ إسو سو قبطي او ويكي كهلي سنة حقا جنية والروح مرك ومؤمن وقلب قلب مرحبا كنه مره سصوقا مره كفي مره كعي وظالم لنفسه وظالم لنفسه ضدك نوع عاسة هذا يصير على كل إنتان أيقون صون قانينهم توبة كانين أرين كودو إلهي بؤي الله لما ميت أمبانا لما رسين دونا ككوبات إنو إلهي إسكع فيه وكي خلطات يقالين انتو سامحة إلهي جندة كبقيه هي إن أن لسامحين خلطات كي يقالين عذابك الله مريو لغقويه مكي لطاهريو وعذابك مقود طاهريو ووحي يقالين لغتشه مركا كدبا جندة لغينا لكن لو قوروا مربع هذا إيمان كبنتين ناكو واري مايا إلهي تبارك وتعالى روح إيمان كل تي إنتو دوني هذا النار إيمان كاس إلهي نار توقو كحر مي إن الروح هاسي وليكي كتير وكو واري مركا وقوم لغسو ساري حتى هذي قرار قار كم إذا سيد حديثي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قار كم إذا بنت النار تلقليو أي نار تعني مركز صي وحين نقول يا بحل يقول نم بحل بين قنعي مدة اللي هو ترى قال مركز كتشرة أي لقصة صار يا مركز صي وحال نحن قلنا يا وبي اللي ده هذا وبي قال نلاش مركز صي وحين أصو قرر يا سيد حبض ضيرت إيه دور كل الجري أي أصو بحضر كله في الصوب حيا أي وقرر يا وعصب هذه مصنوعنا قلوب القرآن صور وظالم لنفسه ومؤمن لكن ومؤمن وحبا كقسيه قلوب الله عليه وحويان ومقتصد مقتصد كم علي هذا ومؤمن وحي واجب الله درين وهكاكشنا وحي حاران تواوين اهل غرر وينا وكفقانا لكن واجبات كنا وحبضنا والصناء مرة عيو حاران تهدو كتري ووين ميديا ير يوحي ألبضنا لغفي عين وحاران تهوين كأكدو كوها سوكو أقوري قيستا ولا سوكا قرار كقرارتا لكن تهوين وكفق هذا مركا واجبات كيسي سلاديه سي صوم كيسي سكدي سي حج كيسي وحي واجبها نينك نوارك يعني لكن حاجات كويسة سلادي وح بدن الصنعة على مصحته صوم بدن الصنعة موته حج صنعة ملها سك صدقات بدن الصنعة ملها وح صنعة بدن الله مصحته حرانتي ووينانا مايا ومرة وانا هذا يمر مركع عذرا وتوبة كنا وصوم قنين لكن وحي الله حاجة لا كلا يتوه وصل كأكفوين قل الله سوى قل الله مقتصد وارح حال دعني كجرا حال قوض محن قوض راكوا صدي ساعة قوض انتا كواسي شنة دي قلي دونان إن شاء الله تعالى يقوان عذاب مرين حال الروح مسلم كأه هدوب واجب كرميل ساو حاران تواوين كفو قادو انت سي وحي كفل انتهي انو تشنظ الدار سوان على المرين قرض الصدحات وقرض الرب كتل مامي سابق بالخيرات بإذن الله وقرض خير ككهر مري ولقاري كريم إلهي إذنك وردت تليك واس هذي واجبات كي لي ما دينا واجب كستوحى الله سعدا انت عصو الصناع
salaadii duhur intaasoo sunnaa qaar baa ka horreeya qaar waa uga dambeeya salaadii muxuu ahay cishaha sunan baa la socda maqribkii sunnaa la socota salaadahoodii sunnaa la socota waajibkii iskaba dhaafi siyaaday keeneen xaaraantii weyneed iskaba dhaafi xataa wixii ka ag dhawaa oo dhanna waa ka fogaadeen wixii diintooda dhaawacaya shaki ka galoo dhan way ka carareen dadkaas iyagu wasaabiquuna asaabiquuna ulaa'ika almuqarrabuuna kuwa ilaahay agtiisa ka dhow oo na soo dhaway wey kuwaas darajaadka u sarreeya dadka iska lawa qaar waxaa ka mid ah sida xadiiska nebigu tilmaamay sal alla alay wasalam 70,000 oo ummaddan ka mid ah oo jannada geli doona ayagoo lana cadaabin lana xisaabinin orob jannada ku geli doonaa jira sida nebigu sheegay sal alla alay wasalam 70,000 nebigu wuxuu codsaday sal alla alay wasalam in loo siyaadiyo sida xadiiska ku sugan markaasaa allah u siyaadiyo tabaaraka watacaala intaasoo dhan isku darkii ugu horreeyey daalim linafsihi iyo muqtasidka iyo saabiq bilkhayraat saddexdu ayagaa kala fiican mooye kullii waxay soo wada galayaan uma awrafna alkitaaba aladiina istafayna min cibaad ilaahay baa wada doortay waxaad garanaysaa marka mu'minka caasiga ah ee dembiilaha ah laakiin mu'minka ah muslimka ah ilaahay waa doortay doorashada la doortay waxa weeyaan in laga dhigay muslim marka allah tabaaraka watacaala walaalayaal nicmo wuxuu ina siiyey oo khalqi fara badan ka qadiyey diin buu ina siiyey islaamnimuu ina siiyey adduunka meeshaynu kaga noollahay waa taqaanaa meeshaan ka degnana waynu naqaanaa nicmada uu ina siiyey xoolo layskuma siinay oo haddii xoolo darteed laysku siinayo qaar baa inaga xoolo badan haddii awood laysku siinayo qaar baa inaga awood badan haddii qurux laysku siinayo qaar baa inaga qurux badan haddii horumar iyo ilbaxnimo laysku siinayo qaar baa inagaga horeeya haddii caqli lagu bixinayo qaar baa inagaga horeeya bal adigu isweydiiyo nicmada intaa la-eg ee qiimahaale ilaahay muxuu kugu siiyey inta kale oo badanna looga qariyey waa ilaahay tabaaraka watacaala doorashadiisa waa doorasho ilaah xikmad rabbi waa nebigeenna sida ka sugan sal alla alay wasalam allahu markuu addoommadiisa abuuray nuur buu addoommadiisa ku sayray nuurkii addoommadiisa uu ku sayray maalinkaa ninkii iftiinka iyo nuurkaa la qaybiyey wax ka helay maalinkuu adduunka yimaado meel kasta uu ku noolyahay mu'min buu noqon maalinkii ilaahay nuurkaa qaybinaya ciddii ka qadayna oo laga qadiyeyna gaalnimo unbuu ku noolaan gaalnimona wuu ku dhimani xataa hadduu marka hore uu qoys muslim ah iyo mujtamac muslim ah iyo bulsho muslim ah iyo hooyii aabo muslima dhexdooda ka dhashoo ku koray marka dambe uu gaalnimo ku dhiman doonaa wuu ka baxayaa diinta ku jiri maayo sidaas daraaddeed walaalayaal maqsuudka iyo muhimmadda waxa weeye ilaahay tabaaraka watacaala wax qaaliyo ina siiyey ka qaalisa wax kasta ka qiimo badan wax kasta nafteenna ka qaalisan caruurteenna ka qaalisan xoolaheenna ka qaalisan jagooyinkiiyo kuraasta ka qaalisan guryaheenna ka qaalisan waxaasaa qaali u ahay qiimaha badan wuxuu inooga baahan yahay inaan qiimihiisa garanno kadibna shayga qiimaha leh waa la ilaashadaaye inaan ilaashano shaygu hadduu qiimo leeyahay waa la ilaaliyaa waa la siyaadiyaa waa la dalbaa waa la qoonaa haddii ilaahay tabaaraka watacaala sidaa uu inagu qiimeeyey
aan qiimeynta u qaadan weyno oo hibada khaaska ah aan mudnaanteeda siin weyno ilaahay waa inagala noqonaya sida rabbigay yidhi tabaaraka wa tacaala lain shakartum laazidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid haddaad shukridaan nicmadan ku shukridaan islaamnimada iimaanka doorashada alle daacada khayrka lagu waafajiyey adduunkaagi iyo aakharadaadiiba wanaagkan ilaahay ku siiyey haddaadan ku shukrin qiimaheeda garanin ilaalinin ayna kula weynaanin ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kaa qaadanaya ma istaahishid ma istaahishid sidaas daraaddeed baa waxaad arkaysaan dad fara badan oo soomaali ahaa oo iimaan iyo islaamnimo ilaahay siiyey bulsho muslima ka dhashay haddana maanta gaala aan muslim ahayn sabt mataqaanaa sabt wax weeye nicmadii buu garan waayey shukrigeedii baa laga waayey inuu qiimeeyo ilaaliyaa laga waayey markay la fududaatayna ilaahay nicmadiisu waa qaaliye ninkii rakhiis ahaan ka dhigtay oo u qaabilay ma istaahilo ha laga qaado ha lagala noqdo kac ama kaniisad gal ama mulxid meelaha taagtaagan oo diin laawo ha noqo ama muxuu ahaayey buudiista noqo ama kuwa lo'da caabuda noqo meeshaa doonta ka dhaca laakiin ma istaahishid in iimaanka iyo islaamnimada lagu daayo ninkii marka ilaahay siiyey iimaan iyo islaamnimo waxaa lagaaga baahan yahay inaan diinta ilaashanno oo aan ka shukrino nicmada iyada seen uga shukrinaa carabka alxamdu lilah alxamdu lilah qalbiga inay qalbigaaga ku weyn tahay xubnaha inaad wakhti badan ku bixiso inaad ilaahay nicmadan uu ku siiyey aad siyaadiso cilmigeeda raadiso ood wakhti ku bixiso wax qaaliya aad ku bixiso ood wakhti qaaliya geliso oo xoolahaad oo qaaliya aad geliso maskaxdaad oo qaaliya aad geliso inaad raadiso oo dalabto in aad ilaashato wixii khatar gelinaya aad ka ilaaliso in meeshii aad isleedahay dhib baa kaasoo gaadhaya oo nicmadan qaaliga way dhaawacmaysaa inaad kala cararto inaad kala cararto ibni aadamkana saasaa lagu yaqaanaa waxa uu jecel yahay ee agtiisa qiimaha ku leh markuu is yidhaahdo khatar buu ku jiraa wuula cararaa wuula cararaa waxyaalaha ku tusaya waxaa ka mid ah inay diinteennu agteenna rakhiis ku tahay rakhiis oo waxyaalaha haysana waxa ugu rakhiistan agteenna inay ka tahay waxyaalaha kutusaya waxaa ka mid a nafteenna markay halis gasho ama aan cabsanno waan qaxnaa waan cararnaa maanta haddii la yidhaahdo magaalada iyo tobori waa laysa soo galay oo naftiinna khatar ku jirta oo wiiggan wixii ka dambeeya ciddii loogu yimaado inay badbaadayso lama hubo waxaa tawacdeen o dhan waad ka carraysaa soo ma waad qaxaysaa meel ama meel uu qax idin gaadhsiiya waad qaxaysaa carruurtaada haddii la yidhaahdo halis bay ku jiraan waad la carari xoolahaaga haddii lagu yidhaahdo khatar bay gelayaan waad la carari oo waxa halka idin keenayba soo saasun maaha oo intaasoo qaaradood aad la soo jiindheen ama adduunye siyaasi ama naf la carar ama carruur la carar baa ina keenay laakiin markaad diintaada fiiriso hadday dhaawacmayso akhlaaqdii baad ka tagtay khatar baa waxaa kusoo gaadhay dhib weyn cibaadaadkaagii baa dhaawacmay halis weyn baa kusoo gaadhay wixii khayr aha waad ka caajistay khatar baa kusoo gaadhay
gabadhii xijaabkii dhigatay khatar baa soo gaadhay. ilmihii tarbiyadoodii akhlaaqdoodii iyo diintoodii lama hayo waa halis weyn. masaajid iyo khayr iyo daaca iyo iimaan kordha iyo ma jiro, wax nusqaaban mooyaan, waa halis weyn. haddana maca dalika wax dhiba mala, maaha mushkila. wakaana waxaad weydaan dadka badankood maba dareensanaba, maba dareensan ila ruuxba intuu dareemo xanuunsada oo xataa danqada oo xal raadiya. marka waxaa soo baxaysa khulaasada iyo natiijada inoo soo baxaysa waxa weeye, waxaan haysano wixii ugu qaalisanaaba inoola rakhisa, waxaan haysano wixii ugu qaalisanaa ayaa inoola rakhiisan. ilaahayga tabaaraka wa tacaala markaasoo kale addoommada sida sunnadiisa aan uga baranay nicmadaa uma daayo, nicmadaa loo dayn maayo, maadaama nicmadii qaali ahaydba qaabka uga dhaqme. u fiirso saxaabadii nabiga sal alay wasalam iyo rasuulka laftiisa magaalada maka way ku dhasheen oo reerahoodii iyo qoysaskoodii deganaayeen way ku dhaqdeen way ku ilmo dhaleen oo guryahoodii hantidoodii taallo ayaa waxay dhibaato ku gaadhay caqiidadoodii iyo diintoodii iyo iimaankoodii. xorriyad bay waayeen, diintoodii baa halis gashay, waxay ku qasbanaadeen inay ka tagaan dalkoodii oy ka cararaan caruurtoodii oy ka cararaan hantidoodii oy ka cararaan deegaankoodii oo ay la cararaan diintoodii la qurboodaan. ardul xabasha inay ka dhacaan badda maraan oy haddana qaxaan, waxay la qaxayaan, waxay la qaxayaan waxay haysteen wixii ugu qaalisanaabaa khatar galay. sidaas daraaddeed ilmuhu ha khasaaro oo xooluhu ha khasaaraan oo guryaha ka carar oo hantidaada ka carar oo raasamaal gala carar. raasamaalku waa diinta walaalayaal. marka macnaha loo baahan yahay inaynu fahanno waa kaa isagaa diinteenna yaynaan inala fududaane. diintu waa midda degmadan markaad ka tagto goormaad ka tegi doontaa ma foga. ilmaha maanta 10 jirka ama 5 jirka xilliguu ka tegi lahaa adduunyadan ma foga. haddii 9 jir la gaarsiiyo 9 sano soo socotahay waa berri. 10 jir iyo 6 jir iyo 4 jir ninkaa warkiisa iska badaa ama ruuxa adduunka waad ka tegi. markaad ka tagtana waxaad tabacday waad kaga tegi. walaqad ji'tumuuna furaada kama khalaqnaakum awwala mara wataraktum maa khawalnaakum waraa duhuurikum. alla wuxuu leeyahay waxaad timaadeen adduunyadiinnii ka soo tagteen ood ii timaadeen idinka oo maalinkii aan idin abuuray oo kale ah. wax alla waxaad la jinsiyad shaqaysateen oo dhan gadaal baad kaga timaadeen, aaway waad ka soo tagteen. oo maxaad wadataa? waxaad wadataa caqiidadaadii camalkaagii. kaasaad qabriga la geli oo aad qiyaamada la soo bixi ood rabbigaa hulle la hortegi oo ama janno ku tegi ama naar ku tegi. adduunka intaad joogtana waxa adduunyadan dhadhanka u yeelaya waa iimaanka. waa adduunye aan iimaan lahayn dhadhan ma leh, intii haysatay waa wareersan yihiin stress iyo wareer iyo dhadhan la'aan waa kharibayn yihiin.
مرة دميش أدونك وحا كوسارة وعنتدي سي عبتان كيسة يهوي كيسة يشهوات كيسة وحا كوسارة معانية وإيمانك وحا قلبي قد تشية وإيمانك وحا الدنيا المعنى أوي له وإيمانك أدونك أغنى وحا معنى أوي لنا يا إن الدين صح علينا آخرنا وركي لما إسكتال هديك لصوماها إلهي تبارك وتعالى تن وافقو عليلي إياه تن مركا طارتن وركي بإسكبة دا والنبي قال صلى الله عليه وسلم وعيلي ضدك مركا إنتان ومستريح ومستراح منه نن مركو إنتو ينسينو يراحب بالرطا نن مركا سالغا نستا والله راحيستا نن مركا سو نستا ووحو كان نستا الدنيا دي تعبك دي شقة دي والبهارك دي مروكت دي نبك دي وان نصنايا قيريدو كن نصنايا مالي ما مالي كتو وحنا وحو كدن بينا وقسي في عين مدينة وحو كدن بينا وقسي في بدين ولا ليال مركة وركة مرتدي سوحوه إلى حد ما واحد مودا ورير باق ودعيتك وحايسة قخل دمي وحي منار لها الهر مرين لها يوحي دحدة قلي لها يوحي للدميسين لها وحاين قرد عضي الدون كان ما انت تشرا وحو يهي الدون مادئة وعابدة مادة وكو النبي الشريعة صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش وحا هلاك سمي بلا يقول عليه ننك او درهمك او إله اوية درهم ببعا عبدالله مثل الدينار كعابدة مثل مريها عابدة طبعا مثل قريها عابدة مثل قاريد كعابدة مثل كراسة عابدة كاري السقعة يو تشددي سأدونك أونو لهيبة أي انتاتا مصيبة مركا يقول عدو كما كعب قضحي هدي مدنة اسكما بحيو ها هلاك سمو هلاك جنا يوسن ككعين وا هلاك جنا يوسن ككعين مركا هدف كاو نرش هدف كاو وإنو كوي ولا ليال وحل عنه هي وحل عبه هي هوي هي الملا طلب هي كراس هي تشغوي معنى كوي با إلهي لو أبوه انتاس انتاسي وانت حيواناتك إلهي قال له كشك تبارك وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون دابا الليل فراحك قال نبي الله كون داب ها عنان ها عبان اسكن راح يستان يدي الديلة ايو هيسقن مولادين ويأغان دونان بو الله تبارك وتعالى إله إمام بقول داري روح مسلمات هاي إله إمام بوكسي إسلامي بوكسي ربي قابع البراتي كون كانت فهنتي محاص وصع ذات أكتهي حق الله مرة يابع أكتهي حق الله جاي يمد بعد أكتهي وحاص ورن أضو إلهي كو أغيسي وروح بدن كلا صعته هذا نسي ده حيوان كينا ربنا قنت معه مهمة ده دوين نقطة عن وعب وصحة ما شهوة قدو المرضل بس ما هذه حوله معك قل قد سنتي مكة حولها فوفا يا أدوك معك قل قد سنتي هو معنيه إلهي تبارك وتعالى إنسان أهان كرامة دي أكوك فضل آور انت سوى انت حيوانات كلام لو ذاقنوا حولها لو ذاقنا حيوانات كلام لو ذاقنا شمدرها لو ذاقنا
لكن معنا واحد جرى ان كغا فضلنا هي باجر ما كغا فضلنا هي وحان كغا فضلنا هي الله عقلي بو ينسي عقلي هدو ينسي الدين بو ينسو دجي تاسان مركه كو كراويسن هم كو فضلنا سداس درات دول ليال معناها اله انه يلي تبارك وتعالى تحقلنتي سهل سيو والدنيا دلنتيد كا هل لو دادالو إلهي تبارك وتعالى وحي أوكاغا قري أو حلال أنت أنت تكاغاتو أنت ذاك لا إسكفضو ذا أنت إلهي كاغا قري ولي بآل هذا إسكفضو ذا النبي صلى الله عليه وسلم من صحابة كم إذا أيا وحكور يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس رسول الله واحد تستعمل شيء هذا صبي الله لا إتعلاني ضدكنا إتعلاني رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس إلهي تعالى كيس هذا الربط أدونك إسكفض ذي الدنيا ذي حيث زائد وحي يقول لك مرمان أكاقاضو أنت ذاك لا إسراعيني حيث هذا إسراعي صح وحي إذا كقيمة بضن بيكسيتينيسا وحي إذا كقاليسان وكقيمة بضن بيكسيتينيسا الدنيا ذا كزاهد هذا إله تعالى كي سرط هذا ربط ضدكو إنه كتحلالان وحق عمتو ذا كتير كزاهد وحي حيستان هاو هنقل تاني هبرين هاو يديسنين هاو باغنين واكو تعلانا يا تدك ككافتون عداد خطوين يكو تعلانا الله تعيل كي سادات ربطانا قباغو وباهيدا هذا موج وأدون كان كدور ربك تبارك وتعالى وآخرا كهر مريد سيداسا ربك أكو تعلانا يا تبارك وتعالى مركا دين تينا ونريال أن منان تصينو وآخر دينا أن منان تصينو وقبر جينا أن منان تصينو وحقائق صوص عطو إن غهر إيمان دون تهتر تقطعا ما انتهدان ما ويلو هي فيلم بين روايات بين الدنيا هذا إنو شدان تهي ما نكا أن حقيقة واجه دون مفقع قار بدن او سيده ان اهانا ما انت حقيقتي بك انت كو هيان لكن ما لغا سو نوقدو ما جيرتو سيات اوغا بخي كرتنا ما جيرتو ما انت سي ولي جانس ما هيسانا وحبدا ديبها لوغو نوقدو او حساب تما او ديب وخا لو مراجعهيو او نولوشادا ديب او فيري او مخا كا خلدن او اخرادادا مخا كو ديسن ومحاق كونك آخر كويا له وربك تبارك وتعالى وقودر محاك الله يسن إن الدين تينا أن مننسينه وأين قعنت مدي كوقف سنه وإيادا سي أين قطو مدو الدوحو البيئة لقال قالسا مدى لو بهاي تا إيادا وي وحي الدنيا دينا إله إنو حلالي مركا هن نقضو واحتبع وح إيمانا يو إيمانا يا فعلا ووحي إلهي كوقري مرنا سيقميس أنت إلهي كنت لك لأينا دشو وضلي لكن كما بدين كرت هدي إلهي كو قريشان الموت كما بدين كرت هدو إلهي كنت لك لأينا دان هل إلما بردال دليل الميس أنت إلهي كو قلت لك لأينا كو قري وادقورسن أنت إلهي كو قلت لك لأينا كو قري وحول أواد كسبان كألي وآيها كما دنبايستا أي أين كو دنباين دونه وحانا لنهي الأمركة وإن الحسوسين يا مصير كائي قضية داس نهائي هل استعى هلو فوجد نادو دبنا هلو فيري موجدا ان سارانا هاي لان موجد بينو سارانا موجد بينو سارانا هاي اينا انقرنين ان حقيقي نقول انا ما اندونتا روح البو مركا ديبو حساب تانو نفتا دانا حسابي محاد حيسانا اسويدي محاد كاما قلنا اسويدي حقيقي وحكوشو غان اسويدي وحي كاردمان انتان لغو إيمانين دميستر وحي كاهر ليسان انتان لغو إيمانين هجاج ماشي دين تارو خطركو قشو كعرا ماشي دين تارو داني اوغو چرتو ماشا ايادا اكو سبنو
من بما يشهد دين تارو قفي عن تهي دوره أو كدور بيت وقتك عاجا إن بدنا نكمل الدين تجلي أو براشدة تجلي أو تجيس كده تجلي أو فهم كده تجلي أو عمل فل كده تجلي أو الشقين كده تجلي رأس مال بكايس عاجا وحي كلام أردن ووحن لجرنا إن ماله كده ما عندونه فإذا بدنا عينا أخيرا كسو بحدونين كلمة دا إنتاس أيام كوكا بقبينية إلهي خيرك وإن الله دورتي إن الله دوري أن كفر عليكم إن شاء الله تعالى أنكم متدن أن كل من ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إسلام لما أنكم كيريود واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ربك عابد أنت كيريدك على إيمانك ما نبى ما نتكلم بيسو حال الدنيا يا الإيمان كابو سيسيا وهذا تبقى النقطة نبي كان وحياله إلهي كبري شري وهو حكم إذا كنت عايزين شري اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور إله وحكم كان قال يا هنا تبقى النقطة لما يسترن كذي مسقان إن الدين تيذا كتي ما ضب لما يسترنان كذي وحكم كان قال يا هنا تبقى قرطه تبقى قرشاد وحالس والروح عبدو بالله وإنو الدين هان دبقوا قرطوا خطر لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمل كاستوحوا لي هاي نشاط هي حماس لي روح حماس دي سي النشاط كيس الدين مركو سو قوابه وهوس وصرع حدو سن سنة دي هي الطريق دين تهوس وقعد يعني هي حدود دي وليوا في عين لكن هوس ونع حدو كو قارسيو إن فرط اللقوق فيق أولو بيدان وكا شلي مسلم وها ما أنت وكا وكا يوارد ناسي وحي تشادني شلي ما أنت سيو تعالى فيري مساجد صفك ورو كتري تري ما أنت فيري ميشو يالو نين داعي أبو أهايو الدين تدتك أشيك ما أنت فيري فرط هذه اللقوق فيق النبي قلت صلى الله عليه وسلم فقد هلك كاسوا كداي وهلك سبيب النبي صلى الله عليه وسلم مركا إن أسعد علينا الربا أنت تي إله إيمانش إن أسعد علي سو مركا هوس ويرى بعض السوق بط يعني واحد حساب تنتو وأد مشى يسكون على علي سام هريق الصعتو خير كعاد سياسته إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير وبارك فيكم والسلام عليكم.